السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مس نسرين من مدارس السابلة. إن شاء الله اليوم رح نحل مع بعض أسئلة الفصل صفحة 122، أسئلة فصل تاريخ الأرض. السؤال الأول بيحكي لي ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. السؤال الأول، ظهرت أحفورة الترايبوليت في، طبعا إحنا كلنا بنعرف أن الترايبوليت ظهرت في حقبة الحياة القديمة، تمام؟ أوكي. السؤال الثاني، أي من مبادئ التأريخ النسبي يعتمد على وجود الأحافير داخل الطبقات؟ طبعا احنا في عنا مبدأين اللي هم الأول تعاقب الحياة، رح بنحتاج انه نشوف الأحافير، واثنين المضاهة الأحفورية برضو بتحتاج الأحافير. فخلينا نشوف الخيارات، تعاقب الطبقات لا، تعاقب الحياة نعم، القاطع والمقطوع لا، المضاهة الصخرية لا. لو حكينا المضاهة الأحفورية كان اخترتها برضو، تمام؟ نشوف فرع ثلاث، أول ظهور للزواحف. طبعاً الزواحف ظهرت في حقبة الحياة المتوسطة، حتى حكينا إنها مثل الديناصورات، حيث الديناصورات تعتبر من الزواحف، تمام؟ خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني طالب منا إنه نتأمل الشكل الآتي الذي يمثل تعاقب ظهور الحياة على سطح الأرض، وأجب عن الأسئلة التالية. خلينا ندرسه مع بعض. طبعا هو عاملين اياه على شكل زي ما تحكوا هيك دوامه. اللون البنفسجي او رقم واحد يحتوي على انواع البكتيريا والطحالب الخضراء، صح؟ اذا هذا بدهر الحياه الايش المستتره او الغير ظاهره. طب نمشي لاثنين، اثنين اذا بتلاحظوا بلشت يطلع لنا الترايبولي، تطلع لنا بعض السرخسيات، بعض الاسماك، اكيد هذا دهر الحياه الايش ماله القديمة، أو أقصد حقبة الحياة القديمة. أوكي؟ طيب عندنا هون ثلاثة، في بلشت تظهر الديناصورات، في عندنا هون الأمونيت، في عندنا هون الأشجار اللابذرية اللي هي صنوبريات. إذا ثلاثة مع أربعة كلهم هذول إيش حقبة الحياة الإيش المتوسطة. نيجي لخمسة باللون الأخضر، نباتات زهرية، حصان، فيل، هدول شو اسمهم، ايش يسموا ثدييات، صح؟ اذا هاي كلها مع الانسان كلها حقبة الحياة الحديثة. خلينا نشوف الاسئلة شو بتحكي شو بدها. الف بيقول لي اقترح اسما للشكل. طبعا احنا سلم الزمن الجيولوجي سميته سلم لانه بتدرج بالاحداث من او بتدرج بالكائنات من الاكثر بساطة الى الاكثر تعقيدا. إلى أي دهر يشير الرقم واحد؟ طبعاً حكينا دهر الحياة المستتيرة لأنه كان في عنا بكتيريا وكان في عنا طحالب خضراء. ما الأرقام التي تشير إليها كل من؟ حقبة الحياة القديمة حكيت اثنين عندكم بالصورة لأنه فيها الترايبوليت والأسماك والخنشار. حقبة الحياة المتوسطة حكينا ثلاثة وأربعة لأنه في ديناصورات، في أمونيت، في السنوبريات. وحقبة الحياة الحديثة اللي هي خمسة، فيها الثدييات، النباتات الزهرية، وأيضا الإنسان. أوكي، السؤال الثالث بيحكي لي ابني سلما يوضح تسلسل ظهور الكائنات الحية الآتية: أمونيت، ترايبوليت، أسماك، تماسيح، خيول. هلأ أنا رح أحكي لكم الترتيب، لكن أنتوا بترسموا على دفاتركم على شكل سلم إذا بتحبوا. أول إشي طبعا عنا الترايبوليت والأسماك ظهروا بحقبة الحياة القديمة، بس الأول إشي الترايبوليت بعدين الأسماك. إذا الترايبوليت بعدين الأسماك، هذول التنتين بحقبة الحياة القديمة. بعدين عنا الأمونيت. أوكي، الأمونيت والتماسيح ظهرت كمان لأنه التماسيح تعتبر من الزواحف، ظهرت بعد يعني بعض سلالاتها للتماسيح نقدر نحكي. بعدين آخر إشي الخيول، لأن الخيول تعتبر ثدييات فهي من حقبة الحياة الحديثة. أوكي، طبعا ممكن حد يحكي لي مثل التماسيح برضو موجودة هلأ، لأن عم بحكي لكم عن بعض من سلالاتها بلشت تظهر كزواحف بحقبة الحياة المتوسطة، تمام. آخر سؤال معنا اللي هو السؤال الرابع بحكي لي تأمل الشكل الآتي وأجب عن الأسئلة التي تليه. معطيني طبقات فيها بعض الأحافير. سؤال ألف بحكي لي حدد الحقب التي ترسبت فيها كل من الطبقتين الأولى والثالثة. الأولى والثالثة، طبعا هاي الأولى مبين إنه عنا ترايبوليت، إذا هاي قديمة. طبعا إحنا المس لازم نكون حافظين أشكال الترايبوليت والأمونيت وهاي الأشياء أساس إنه نعرف نجاوب هيك أسئلة. إذا هاي من الحقبة القديمة. الثالثة إذا أنتوا بتلاحظين هذا هيكل أو يعني حفورة
نوع من أنواع الطيور، والطيور بلشت تظهر معنا بحقبة الحياة المتوسطة. إذا هاي تعود إلى حقبة الحياة المتوسطة. خلينا نشوف با، ما المبدأ الذي اعتمدت عليه في معرفة الحقب التي ترسبت بها هذه الطبقات؟ أكيد تعاقب الحياة. يعطيكم ألف عافية.